كانت صعبه من خلال يعني بدايتها كانت صعبه رغم انقطاع يعني التيار في بعض الاحيان، فشاهدنا يعني هدفين جميلين لبابوش بالقطف. لكن اظن ان فريق الوداد اليوم خلال الشوط الاول، نتكلم يعني تقنيا، فريق الوداد في وسط الميدان لم يكن قوي، يعني لم يظهر فريق الوداد بالمظهر الذي ظهر به ضد فريق الاهلي خارج الميدان ثم ضد فريق الترجي. فريق الوداد يعني وسط الميدان ليس بوسط الميدان المعهود، فهناك غياب بشكل تام بالنسبه لبعض اللاعبين هناك في في في, في الوسط. وثم الهجوم اظن تكلمنا على فابريس حضوره يعني يمكن في حتى الاخر لحظه ممكن ليس يعني مستعد تقريبا بدنيا، فاستغل فريق المولوديه كل شيء، فهو ظهر من خلال يعني بدايه الشوط الاول وهو يريد واكد بذلك يعني انه يريد الانتصار، فتاتى له ذلك عبر يعني تقريبا قذفتين من طرف اللاعب بابوش الذي معروف عليه انه يقذف من بعيد وقذف حتى في المباريات الاخريات. ففريق الوداد لازم لنا دوكاستيل انه في الشوط الثاني يدارك الموقف.